أصول جناحاته يا بورا. لا لا ابن عمي ما عاش اللي بده ينتف ريشة من ريشاته. نتفوا خلصوا. شو صاير معه ممدود؟ سحبوا مني الجفت. اي معلوم بدهم يسحبوا مو طلعت على التقاعد. قدمت لهم طلب، ترجيتهم فيه خلوه معي، ما ردوا علي. طول بالك ممدوح، لا تزعل ابن عمي. انا بحياتي ما رديت لهم طلب، طول عمري ما قلت لهم لا، رايح جاي مثل خادم. يا ممدوح كلب كلبان بالبسطه بيكون ممدوح نقله وصفه. يا ممدوح في شويه من سكان السكه متضايقين من كلب بيكون ممدوح خلص عليه وسك. يا ممدوح في جماعه متضايقين من كلب من كتر ما عم يعوي بيكون ممدوح بخمس دقائق اخمدوا. احسن استرحنا من الكلاب وسيره الكلاب. يا بوران يا بوران ما بقدر، انا تعودت ما عاد اقدر بلا هالشغله. اذا ما طخيت لي مشت كل ليله بيجيني وجع راس. بكره بشتري لك فرد فلين تقعد تتسلى فيه ممدوح. شو عم تمسخري علي؟ انا ولد صغير. عم ولد صغير عم نمزح معك قريضه، ما بتلقى مزح انت ممدوح. شو قصتك؟ شو فرد الفلين احسن من بلا. شو ها؟ ما في شيء من واجبك عمي؟ تعال شوف شو جبت لك. تعال يا عمي شوف، تعال شوف يا عمي. عمي هي هديه متواضعه مناسبة طلوعك على التقاعد. هديه الي؟ ايه الك. اي شو فكر حالك عنا قريابي؟ انت ما في منك، انت غالي. شايف شايف الهدايا كيف؟ يلا عمي يلا. من هون من هون عمي كمان. قصوا شريط يا عمي. ايه يا عمي يلا. حط ايدك عم حط. تعال طالع طالع. لا يا عمي طالع ما بيصير هيك. ايوه خذ يا عمي خذ هديه مني. هاتوا هاتوا تعي من جوا. تعا عمي طالع. ايه طالع عمي طالع. طالع يا عمي طالع. طالع يا عمي طالع. خذ خذ تعا عمي طالع. ايه طالع يا عمي طالع. خذ خذ. ده عمي ده. طالع عمي طالع. ده روح. طالع عمي طالع. الله حيو يا ابي الله حيو. حط حط عمي طالع. ده يا ابي ده. شبك عمي ما تفتح على الكرتونه ما طالعه. طالعه عمي طالعه. افتحها عمي افتحها. ايش وانا طلعت على التقاعد مشان اشتغل عندك فتح الكراتين خذ انت. ممدوح طول بالك ابن عمي، الصبي حابب يعمل لك اياها مفاجاه. شو المفاجاه؟ مثل اللي عم يكبوا عليه مي باده، فكرناها بالاول براد. عمي عن اذنك ترابيزه تبطل. قيام صباط عمي صباط. وليش حاطينه كرتونه كبيره؟ مثل ما قلت لك امي عاملين لك اياها مفاجاه. يسلموا. عمي ممدوح ونحن كمان جبنا لك هديه قميص، شوف ما احلاه، شوفه. شوف هالنقشة ما أظرف. شو مغسل لي قميص من قمصانك وجايب لي اياها؟ لا شو مغسل لك ما مغسل لك، جديد عمي ممدوح جديد. شو صار يبيعوا قمصان بمي؟ لا عمي لا، شتت الدنيا عليه. ايه شتت شتت مطر مثل ما عم تقول لك. ايه بس من جمعة ما نزلت نقطة مطر. كبوا علينا مي من البلكون مشان البندورة لأنه تفعست، كان معها باذنجان. أكيد مية غسيل. لا نونية. وجايب لي اياه كمان؟ لك عمي معقولة يعني؟ جديد جديد بس نحن غسلناه. يلا الأكل رح يبرد ابن عمي. تعال يلا عمي يلا يلا يا أبي كل هذا مشانك. يا جماعة أنا متشكر كثير، مالي نفس. يا جماعة لا تؤاخذوني، مالي نفس مالي نفس. ضبوا الأكل. شو ضبوا الأكل؟ لا لا نفس ما تعملوا.
لكم كلوا. كان معنا مصاري نشتري دكان، ما كان حالنا هالحال. يا ريت معنا مصاري. طيب فهمنا، شو بدنا نشغله؟ اجتني فكرة، شو رأيكم نفتح له بس طيبية عليها معلبات مهربة بكراجات الزبداني؟ لا يا، إذا أبو نجيب عم يمرق له إياها جماعة التموين بتحوله اقتصادي، وأنا ماني مستغنية عن أبي. ولا أنا مستغنية عن جوزي. إيه خلاص، معناها مندبر له عرباية ببيع عليها عرانيس درة مسلوقة. لو كان معنا حق عرباية ما كان حالنا هالحال. هلا لا تعقدها للمسألة كتير، ومو كل ما دق الكوز بالجرة تذكرنا بحالنا. بس الفقر مو عين. طيب شو رأيكم نشتري له قنينة غاز كبيرة وهو بدور على الحارات وبيعبي ببابي غاز صغيرة؟ بلشيهم مشان تنفجر فيه وروح شقفونتها. يا بتنفجر بغيره، ما بدنا نحط حدا برقبتنا. طيب حيرتونا، شو بدنا نشغله؟ منحط له طاولة قدام البوابة ومنجيب له كم سطل لبن منعبي له ياهم بكياس وبيبيعون. أي ما بدي رسمة. لك تضرب انت والخط، لو عرفان هيك خطك ما كنت خليتك تكتب، كنت انا كتبت. يا سيدي الله ماشي الحال، اصلا مين حيقرا؟ شو صار معكم؟ شو ما شرب؟ يلا لاحقني. لاحق طبعا، ما بيجي غير كل شيء يكون جاهز. اكيد بده البسطه جاهزه من جميعه ولا حتى يشرف حضرته. كم كيلو وزنتوا له؟ 10. هلا لو جبنا له ميزان وارتحنا من هالقصه ما كان احسن. لك كلها شغله لعبه لعبه بتسلايه مشان الهي، بدك تحط لنا حق ميزان. شو اجا اجا عمي، نحن اشترينا لك هذا الصباط للمشاوير الراكزة مو للبسطة. شو رأيك أقدم لك طلب وحط عليه طابع بستين قرش وقت بدي يلبس لك الصباط؟ لا عمي، أنا مو هيك قصدي. يلا تركوني يترزق ولا بكم تعدوا رؤوفه راسي. لا ابن عمي فايتين، نحن فايتين. ترزق حبيبي. بالكيس كم كيلو حاطي؟ بكل كيس في كيلو عمي، كيلو. يلا عم، إذا احتجت لمساعدة اندهلي. ايه على مهلك على مهلك وعقت البسطة. عندك لبن؟ شو شايف حبيبي؟ لبن. معناها شو يا كربوش؟ بدي نص كيلو. نص كيلو ما بيكفي، خد كيلو. عيالنا نص كيلو، الكيلو بحمض عنا. ايه بدك تاخد كيلو ورجلك فوق راسك. ما معي انا شليرات حق نص كيلو. هات بكفوا، وهي كيلو حليب. مرحبا اخي. اهلين. ريحتني مشوار لاخر حارة. بدك لبن؟ بدي نص كيلو. علينا، علقتوا على نص كيلو، خد كيلو. ما غير حال نص كيلو. خد، ما بدنا حقه. ايش شغله الشحادة؟ مو شحادة، بدك تاخده ورجلك فوق راسه. هذا اي حال نص كيلو. عامل لك حل، طلعت لي اخلاقي حل. تسلم. مكسر يا بطي، علقيكو يا بطي، حمرا وريانة يا بندورة، صلح بوابير الكاز. سمكري سمكري. مرحبا بجرعان. مرحبا. خلي بالي شايف شي يعني عندك عم تنادي عليه؟ بحياتي ما سمعت حدا عم ينادي على اللبن، انت بنادي على شي تاني، واللي بيجيب فهمه. بابا قديش على الكيس؟ هذا في كيلو، والكيلو حقه 20 ليرة. شو عرفني انا انه في كيلو؟ وهي شواربي انه في كيلو. إذا كل مين حط إيده على شواربه وصدقناه كنا صرنا مسخرة من زمان. عم تكذبني؟ لا لا لا، أنت كبير القدر، بس الواحد بالأيام ما عاد أمل لأخوه من أمه وأبوه. خود لأخوه يخرب بيتك. شو هاد؟ بدي حق أمك تكذبني بحياتك، أنا صرت ما كنت شديد أتأم منها. يا بدي يخرب بيتك، مجنون مصروع حطوك بالشارع، روح الله يعين اللي حاوتك. مرحبا عمو ابو جدعان، شو صاير لبان؟ ما هالشد اللبان بالفعل وش اللبان؟ شو قلت؟ مرحبا عمو ابو جدعان، شو صاير لبان؟ ما هالشد اللبان بالفعل وش اللبان؟ ما سمعت. مرحبا عمو ابو جدعان، شو صاير لبان؟ ما هالشد اللبان بالفعل وش اللبان؟ عم تتمسخر علي ولا؟ انا عم بتمسخر عليك عمو ابو جدعان؟ انا ما بعرف اتمسخر يا عمو ابو جدعان، انا لو عرفت اتمسخر ما كنت مسخرت عليك وصرت مسخره. قل لي شو بدك؟ بدي لبن. بدك كيلو؟
بدي نص كيلو بس. الله انا شبعت ما عاد بدي. لبنات طيبين ما شد البال بالفي على وش اللبن. بديت عم تتمسخر. لا عم تتمسخر. على كل داي عن اذنك. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا عمي. نفقنا. لا 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 ابن عمي، كان بدي كيلية مشان الشاكرية. كنتوا احكوا. يلا مو مشكلة، منجيب لعند شفيق السطل الثاني. قومي غادة جيبي من أوضتكم، قومي يلا اتحركي. أمي شو؟ وهو شبيك؟ شفيق شرب السطل. كله؟ ما لحق يفطر، قال ما بده يدخن على الريقة، شرب السطل. عم تروح؟ كأنه صاير معركة هو. هالعم اللي عندي رح يعقدنا. أنا لولا العيب والحياة ولولا كلام الناس كنت اقترحت إنه نشنزر وبشنزير. أنا لولا العيب والحياة ولولا كلام الناس كنت عوضته العم هلكنا. إن شاء الله ما يكون في خسائر بالأرواح. فوت فوت فوت. لك عم يقول لك ماما كب معه كيس لبن واحد، ليش ما عم تسدوه؟ لك حاجة أمي بقى، عم قلك الحيطان مرشومة رشم والأرض مرشومة رشم كمان، مو شغلة كيس. كيسين ولا كيسين. شفيق دبول، أما التنافس، أنت حضرتك سكوت، تعطينا نصوتك، بكفي وأحسن منك، ما شفطه. لسطل اللبن، قال شي ومشان ما يدخن عري. يا عمي يا روحي يا قلبي يا نور عيوني، نحن مانا خايفين على اللبنات، خايفين يكون صاير شيء. مثل ما عم اقول لك كيسين وقعوا من على الطاوله. لك انه طاوله يكون في حمض التي ام تي ما بيطرشوا هيك على الحيطان. اوه خلاص سكر لي على الموضوع. ايه خلصنا بدي عم اقول لك سكر على الموضوع يعني سكر على الموضوع، نزل على الظهر ابي. بردون يا ابي بردون. بس فعلا ليش الارض مرشومه والحيطان؟ لبن لبن، لبن لبن، شو بيعرفني؟ مرحبا يا حلوين. اهلين يا حلو. وين عمر جدعان؟ شو بدك فيه؟ بدي اشوف لله الدبان عمال بهدي على وش اللبان. شو هذا دبان ولبان؟ شو ناقصنا جدبان؟ لا مو جدبان اجداد، بس انا وعمر جدعان كنا عم نلعب سوا. بتضرب انت وهاللعبه احد، روح. يطول بالك، بدي اشوف عمر جدعان شو بده يبيع بكره، انا هيك جاي على بالي توتشامي. ليش عم توحامح؟ ليه؟ قال له ليه؟ قال له روح. روح. يلا. وعي هاني؟ عندكم بالمحل لبان؟ في لبن بس ما في توتشامي. ايه روح روح. جاي معك. يا عليك شو خفيف. ما عاد اسمع منك بلوبا، اذا ما ردونا الزياره ما عاد اجي نهائيا الا بشكل رسمي. لا تعامل الناس على عملهم ابو نجيب، كل مين عنده مصايب تكفي وبتزيد ولا ما بيقصروا. ثلاث زيارات صرنا عاملين لهم ولهلا ما بيعرفوا بيتنا، لك شو بيسموه؟ ما قلت احترام؟ أنا الحقيقة جاي أشوف شو أخبار أبو جدعان. الحقيقة وصفتك ما نفعت بنغتي. يسمعني أصلاً أنا ما عاد هكلان همه، نحن بنروح بنشتري له لبن رائب مشان يبيعه، وهو بيروح بيلعب فيه مع هاني لعبة الدبان على وش اللبان. نجيب أنت روحي مع مدام بوران هلا بنلحقكم نحن. غادة ساوي قهوة. أهلين نجيب. تعال شوف فهمنا شو القصة وخلينا نناقشها مع بديع سوا. ايوه خالص. انت غشاش ومفتح الباب. ماني غشاش، انت ما بتعرفي تلعبي. مين؟ مين؟ مساء الخير بديع، فاضيين للزياره؟ اهلين عمي ابو نجيب، تفضل بس ان شاء الله ما يكون في مشكله. تفضلوا. لا زياره عائليه بس بامكانك تنضمي للنسوه. شو يعني تقليعه؟ لا لا زهره مو تقليعه، بس موضوع خاص شوي. يعني بتحكي معي الي؟ لا لا زهرة لا مو تقليعة بس موضوع خاص شوي. طيب احطنا عن اذنكم.
اهلين وسهلين اهلين وسهلين. ليش ابو نجيب مو جاي معي؟ اجا بس راح هو وشفيق. هلا بيجوا بأوضة بديع هني. طالما قررتوا النسوان لحال ورجال لحال لالتحي بجماعتي. لك مين قال لك قررنا ما قررنا نسوان لحال ورجال لحال؟ عود ابن عمي ممدوح. طنط النجيب كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ استقلالي؟ وين جوزك والبقية؟ هلا بيجوا يا بي. شو اجتماع؟ لك تعال شو قصتك انت؟ منين تجيبوا هذا الحكي؟ عود خليك هون ممدوح على الاجتماع. انا من رايي بشوف انه تدبروا له شي شغله تكون قريبه من مصلحته. ليش في شغله قريبه من شغله تواصل الكلاب؟ ناطور شي بنايه، شي كرم مثلا. ما بيضاين، ما بيصبر، ما بيقدر ينام برات البيت بلا مرت عمي. شفيق خلص خلص خلونا جوا بالموضوع. يا عمي ابن نجيب، ناطور بنايه ما بيمشي حاله، بفركه بالليل. انا اللي بعرفه. منحط له تخته التلفزيون بيقعد. ما بيقعد ما بيقعد، اجباري بالليل بده يفركه لعند مرت عمي. شفيق الشباك شو قلنا؟ لا تجيبوا سيرة أمي، خلوا أمي برات الموضوع. يا أبو نجيب لازم تعرف إنه التلفزيون ما بيغني عن الزوجة. شفيق شو قلنا؟ قلنا الزوجة ما قلنا مرت عمي. طيب طيب اعملوا له استجمام شي جمعة زمان. وين؟ بهالزنطاري على البحر لذيذة. ما يا عمي أبو نجيب كأنه أنت ما بتعرف البيرو غطا. وين ما نبعته؟ إيه أنا المصاري اللي معي ما بيكفوا أجار طريق، بدك أنا نعمل له استجمام على الأرصفة بلا البحر يا أخي. خدوهم بالشام على شي مطعم، اعملوا له عشوة يوم بعد يوم. بالعمالي اللي هو العمالي مو اقل من 500 ليرة، هذا عدد زور. حيرتوني ها؟ طيب خدوه اعملوا له سيران ببلاش، اطبخوا له بالبيت وخدوه على شي محل يتسلم. ما بنقدر ناخده على محل فيه تجمعات. ليش بقى؟ بيعلقنا مع العالم، يا بيتحش مناخيره يا بيعمل معلي. انا كل شي عندي اقتراحات قلت لكم اياها، اقترحوا انتوا بقى. انا عندي رأي. شو هو؟ منحطه ناطور. لك انتو رح تجننوني، قلتلكم انتو لي لا. ومنحط مرت عمي معه. شفي بعد التدقيق والتمحيص والتفكير والتحميص وبناء على اقتراح السيد شفيق دبول اطلعنا بهذا الاقتراح اللي قلنا لك عليه يا مدام بوران. معلوم شفيق دبول اما التنافس. معلوم مالك مصدق انت تتخلص مني؟ لا لا يا مرت عمي، أنا بدي أتخلص منك؟ بالعكس تمام، بعدين ما حدا بيقدر أصلاً يتخلص منك، أنا كل هدفي إني أجمعكم سوا أنت وعمي ممدوح. شفيق؟ شفيق معه حق، إذا ما كنتي معي ما بقعد بالليل، بعدين بصير كل شوي شوي بدي شق عليكي. أحسنت، هذا اللي فكرنا فيه. هيك قولكم؟ إيه أمي، بنهار بتقعدوا هون وبالليل بتسهروا بالمحرس. إيه أمي، هيك أحسن، نرتاح من هم عمي ممدوح 16 ساعة، بالليل عم يحرس وبنهار نايم. هم؟ ليش انا صرت هم؟ ممدوح لا تزعل، ما بتقصد شيء. غادة روحي اقتل. لك ايه جيبكو جاي 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 العمى. الواحد حتى بهالشغله ما بيحسن يتهدم له يده. مين الله ياخذكم انتوا والاقتراح اللي اقترحتوه. خير اميه؟ فكري حاله ديكول، كل ما مرق واحد من الشارع يفكروا حرامي يدق فيه. قال شو حرامي؟ بركه حرام حرامي. لك ايوه حرامي بديع، لك شارع عام عام وفي بنايه، في بنايه مخوزه. طيب يا امي ابو نجيب ما دخل؟ لك ابو نجيب تركته بالمخفر عم يترجى هاد وهاد مشان ما يرفعوا عليه دعاوي. ايه بسيط، بس ما بظن رح يمشي الحال بديع. لا بسيطة امي بسيطة، طولي بالك. تعي تعي معي، اذا انت متجوزة لوح لوح تعي امي. هلا لك وليه لوح بديع؟ لك ارفعي تروح على المدينة. يا بختك خالة جميلة، تركني قدك وجنقك بعد تقدر تحمل. ما تهمني ايه ان شاء الله، انت امريكي مقتلك ان شاء الله. إيه شوفي ما تعمي خير، منين بده يجي الخير من ورا ابوكي؟ 20 واحد بالمخفر قاعد ابو نجيب عم يترجى مشان يصفطوا الدعاوي. ايه طبعا دفشتوه كل هالدفش، بدك اياه يطلع صار سليم. بدك تروحي قتل، دفشوه ولا دفشوني طول الليل وانا عم ارد عنه. لولاي كانوا خبصوه وخبصوني. فوت ماما فوتي بلوطه. شو صار معك؟ صار معك عمك مثل العاده
بس سهرات انتي ما عم تعرفي تقومي. ما عم بعرف قوم تنقام لي ايام مشيتك. بدي اروح لعند شفيق. روح انت وياه لعند ابو نجيب ساعدوه بالترجي. بيكون فاق الطحش جوزي؟ فاق بس عامل حاله نايم. روح 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 قطع لي قصة المي. روح ليش سط المي هلا بالكرفيش من الشباك؟ كسر جسمي ماما. هلا انتي روضتي ابو طمزه وابو ياسر والكل. بس بدي افهم شلون عجزتي عن ابو لزهرة؟ هذا طول عمره عايش مع الكلاب ما بيفهم على البني ادمين. ورصاص ان شاء الله. ما تعملي لا تحكيك عن ابي. طعنتيني انت وابوك تضربي منك له. لا ابعدي لما خلص كاسه ما عاد يعجبه. لا تتمردي ولا بغياب ابوكي. هاد بني ادم هذا جاي من البريه وحيد القرن يعني. بس ليش بدي الا وانا كمان روحي قتل. ما فوت قدامها. ماني فايت اجيت معك لأمن عليك لأنك ما بتنترك لحالك. فوت الأب. لا تؤاخذنا يا أبو نجيب. نحن غلبنات معنا. اجدنا ندوني انتو شيطتوني شعري ما تركتوني عال براسي. خلص وعد شرف. بلا شرف بلا بلوط. محرومة من زيارتي لمدة سنة لحتى يتأكد بأنك صرت عائل وبني آدم. روح هلا روح من وشك. روح أبو نجيب ألوح منك بكتير. ما بعرف أنا ليش صرت حابب قناطيني بوسة بدي. وانت نخل عندي. وكل عام وانتم بخير بمناسبة نهاية السنة. وانت بخير ان شاء الله. مع السلامة. شو صار له؟ جننوا الله لا يوفقه. كانت الكلاب بهديك الايام داشة بالشوارع. شي الكلبان وشي الجربان. ومحسوبكم كان الوحيد يلي يسترجي يطلع بالليل لحاله. طخ الضرب نزل فيه 4 كلاب. بيجوز 3. الواحد ما بيشوف بالليل. إذا مو 3 2 بالضرب. كلب كبير يعني أكبر من الحمار بشوي. شو بدك يا قد الجرو يعني؟ انتهت صلاحيته على آخر 97. نزلوا الشارع.